قاعدين نشوف تونس بعد الثورة كل مدة نشوفوا موجة من الاتهامات من التخوين للمجتمع المدني. للأسف بعض صناع القرار في تونس، بعض مؤسسات الدولة، بعض المؤسسات التقليدية والأشخاص التقليديين والفكر التقليدي في تونس مازال ما قبلش المجتمع المدني كمكون أساسي في ديمقراطية تونس. الناس كل تتكلم مع سلطة رابعة الإعلام، لكن كذلك فما سلطة خامسة هي المجتمع المدني. المجتمع المدني نشوفه فيه في تونس في كل مجالات الانتقال الديمقراطي. للأسف كما قلت فما موجات كل عام كل عامين نشوفه موجة. المرة هذه جات على بوصلة، لأنها بوصلة تخرج في حقائق تعطي في معلومات اللي بعض السياسيين ما يحبوش أنها تخرج. اتهامات مبادلة. طبعا أهم ولا النقطة اللي حاولوا بعض السياسيين وبعض الناس اللي خارجين المجتمع المدني يتهموا فيها المجتمع المدني هي في التمويل الخارجي والتخوين على أساس التمويل الخارجي. التشويه هو عادة يعني pour discréditer الجهة اللي تعطي في معلومات صحيحة، ولا الجهة اللي تبادر، ولا الجهة اللي تراقب وتعطي في مقاربة أخرى للانتقال الديمقراطي في تونس، أو حتى مجالات أخرى وحماية حقوق الإنسان، أو يعني عدد من المجالات اللي نشوف في المجتمع المدني يخدم فيها. الغاية من هالاتهامات هذه هي تخوين وتشكيك في مصداقية اللي هما يراوه للأسف العدو، ولو أنه إحنا ما نش عدو. المجتمع المدني هو عنصر أساسي، مكون أساسي في المشهد العام في تونس، في المشهد الديمقراطي في تونس. التمويل الأجنبي قبل ما نمشيه القانون التونسي هو حق أممي. الأمم المتحدة اللي إحنا دولة منخرطين في هالمنظومة هذه تنص على حق الجمعيات في الوصول والولوج إلى التمويل الأجنبي. هذا نمشي فيه، يعني فما دي ريزوليسيون دو لاسامبلي جينيرال، فما رابورتور سبيسيال بور لا ليبرتي داسوسياسيون اللي يعطي توجيهات في هذا. تونس ما بعد الثورة بالمرسوم 88 مأسة الحق هذا في تونس، يعني ماهيش بدعة للدول الديمقراطية. كان احنا نحب نقوله برواحنا دولة ديمقراطية. فالتمويل الأجنبي هذا حق عنا، خاصة انه التمويل العمومي اللي توفره الدولة ضعيف وضعيف جدا. نشوفوا حاجة أخرى، اللي التمويل الأجنبي هذا في تونس للجمعيات قاعد يعاون في حاجات كبيرة وكبيرة جدا. كي نشوفوا جمعيات تبني في ملاجئ للمهاجرين، تعاون في الطفولة المحرومة، تعاون في المدارس، تبني في المدارس، تعاون في عدد كبير من المجالات، منين جاي هذا؟ من التمويل الأجنبي. دونك خلينا نكون واضحين، التمويل الأجنبي يهم، هو حق مكتسب وقاعد يعاون في مسار التنمية في تونس وفي مسار الديمقراطي في تونس. بما يخص مشروع القانون، المهم باش يتقال في الموضوع هذا اللي ما عادش فما مشروع قانون للجمعيات. مرسوم 88 مرسوم الدولة عملت إعلان رسمي في الأمم المتحدة للتمسك بالمرسوم هذا، باش يحاولوا يكون فما قوانين أخرى تغطي بعض الثغرات أو بعض التطورات في العمل المدني، لكن المرسوم 88 هو حقيقة قائمة في تونس ومش تقعد. الجهات المانحة تتدخل حتى في سياسات الدولة. عنا اليوم احنا تونس نشوفوا الجهات المانحة تتدخل حتى في سياساتنا، فما بالك ببعض التدخل في بعض الجمعيات. لكن هوني وين تكون قوة المجتمع المدني، وين هوني تكون قوة الجمعيات، انها هي اللي تناقش اهدافها وتناقش الاعمال بصفة يعني متساوية، خلينا نقوله، أو فيها بعض من التساوي مع الجهات المانحة. هي راهو العملية ما نقولش اللي هي بهالمقاربة هذه إنه جهة مانحة تجي الجمعية تقول له هاو فلوس وعملي كذا كذا. هي تلاقح في الأفكار، تلاقح في الأهداف. ممول يقول راني ناوي نمول المهاجرين، الأطفال، التعليم العالي، يعطي أهدافه. الجمعية اللي عندها نفس الأهداف أو أهداف تتماشى مع الممول هذا يتم اللقاء ما بيناتهم، يتقدم مشاريع، يتم قبولها، ويمشيوا مدة سنة سنتين في تنفيذ العمل هذا. والمفروض انه فما جهات حكومية في تونس تراقب العمل هذا. كان نتكلموا على دول مش تشرط على تونس، ما تمرش بالجمعيات، تشرط على تونس مباشرة. عندنا تمويلات دخلت لتونس كان ما شرطت هالدول هذه شروط على تونس.
مش تلجأ إلى الجمعيات، ما نصورش اللي الجمعيات هي هالعنصر اللي يعني مرتكز عليه سياسات خارجية لدول، ما نضخموش دور الجمعيات، ما نضخموش دور تونس، ما نضخموش هالهستيريا متاع أنه الدول الخارجية مش تتدخل في تونس في سياسات تونس عبر بعض الجمعيات. هو المفروض الجمعيات ما تدخلش في العمل الدبلوماسي، هي المفروض أنه عنا القانون يقول الجمعيات تاخو تمويل من الدول اللي عنا تونس عندها معها علاقات دبلوماسية، هذا هو الشرط الوحيد. وكين يمكن تقريبا في تونس استثناءات، عنا 6-7 دول معناش معها في العالم معناش معها علاقات دبلوماسية. فهذا هو دور يعني المجتمع المدني ياخو أو يتعاقد أو ياخو تمويل من الدول هذه أو منظمات تنتمي إلى الدول هذه، إذا خاطت الدول هذه الخارجية أو حتى مش الخارجية، رئاسة الحكومة اللي هي تشرف على إدارة العامة للجمعيات هي اللي تراقب هذا وتمنع، وعندها زادة إدارة الجمعيات تنظر إلى أهداف المشروع وتنجم تتدخل في هذا قضائيا مش إداريا، قضائيا. إداريا توجه للجمعية تنبيه تقولها أهدافك ربما تمس ببعض الأشياء اللي تونس مش قابلتها، تبعث تنبيه الجمعية عليها الامتثال، إذا لم تمتثل رئاسة الحكومة أو الإدارة هذه تلجأ إلى القضاء لتعليق النشاط، وإذا ما امتثلتش الجمعية تمشي رئاسة الحكومة تثير قضية أخرى في حل الجمعية. فموجود الآليات موجودة، لازم الرقابة تتحسن باش نخرج من هالتشكيك هذا.